السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل مفاوضات مسقط المغلقة تثير مخاوف الإمارات، وإلى التفاصيل. استدعت الإمارات العربية المتحدة حليفها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي إلى أبوظبي بعد أن أغلقت الرياض قنوات التواصل معها بشأن الملف اليمني، وتشعر أبوظبي بالقلق مما يجري في مفاوضات مغلقة بين الرياض وصنعاء بوساطة عمانية. وغادر الزبيدي مطار عدن متوجها إلى الإمارات بطلب من الأخيرة لإجراء مقابلات مع المسؤولين في أبوظبي حول مفاوضات مسقط والضغط للاشتراك في المفاوضات السياسية. وقالت مصادر مطلعة إنه تم إشراك الانتقالي في مفاوضات الأسرى بممثل، غير أن المفاوضات الخاصة بالملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية محصورة في حوارات مغلقة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.